وينضم إلينا من معرض الصحة العربي بدبي هادي زرزور، مطور أعمال دولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات البرمجيات العالمية. سيد هاني، إذن جهات ومؤسسات تتبع 160 دولة، هذا رقم ليس بالهين طبعا. إذن سيد هادي، أكيد، ما هو الجديد الذي يعرضه مؤتمر الصحة العربي بدبي؟ اليوم مؤتمر الصحة العربي بدبي هو محطة عالمية مهمة كتير لكل الأشخاص والمؤسسات اللي تعنى بشأن الرعاية الصحية، لأنه بيجمع أكثر من 160 دولة مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، حيث كل الشركات بتقدم آخر تطورات من ناحية الأكوبمنتس والبرامج والحلول اللي ممكن تساعد المستشفيات ومراكز العلاج لتقدم للمريض اليوم أفضل علاج ممكن وبأحدث الطرق الممكنة. فالهدف من المعرض أنه يقدم للمريض وللمؤسسات العاملة بشأن الرعاية الصحية هالتكنولوجيا هيدي الحديثة، نعم، اللي بتساعد أكيد بتخفيف التكاليف، وبنفس الوقت بنساعد ب إذا بدك نحسن ونطور الرعاية الصحية اللي نقدمها للمريض. يمكن سمة يا أستاذ هادي من سمات معرض دبي حسب ما تابعنا في التقرير هو ذلك المزج المرصود بين البرمجيات وبين ممكن أن نسميه بالصيدلة الصحية أو الرعاية الصحية. أبرز نماذج هذا المزج ما هي برأيك؟ اليوم إذا بدك ننظر بشكل عام على كيف المستشفى ممكن أنه يكون العمل داخل المستشفى أو داخل المراكز الصحية. اليوم دائما المزج موجود بين البرامج الطبية، البرامج المعلوماتية والإكوبمنت، واليوم التطور بيصير أكيد السنتر تبعه هو البيشنت، ولكن ما ممكن نطور مستشفى بلا ما نطور المعلوماتية اللي فيه، وبنفس الوقت بيكون في إكوبمنت من بليفل عالي تنقدر نقدم للمريض أفضل خدمة. المستشفى اليوم بحاجة لبرامج تقدر تساعده باستقبال المريض، بفتح سبل للمريض انه حتى من داخل بيته يقدر يتواصل مع المستشفى، يتواصل مع المعالج تبعه، وبنفس الوقت داخل المستشفى بحد ذاته نقدر نقدم برامج متطوره مبنيه عليك على تكنولوجيا الانترنت وغيرها، تسمح انه الطبيب والمعالجين من ممرضين وغيرهم يقدروا يتفاعلوا مع المريض داخل هالمعلوماتيه هيدي اللي بتسمح ان تساعد حتى الطبيب او الممرض او اللي بيعطي الكير ديليفري بالاحرى، انه يكون عنده دايجنوستيك ايد، يكون عنده معلوماتيه تسمح له حتى في بعض ما بعد العلاج نقدر نبني ستاتستكس، ونقدر نبني كمان نعمل بايلوتينج حتى نقدر نعمل ستيرنج لكل الاكتيفيتي الموجوده داخل المستشفى. فالتواصل موجود بين 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 الاكوبمنت والمعلوماتيه بشكل فعال اليوم بالمستشفى. طيب السؤال الاخير سيد هادي، من رواد المعرض، معرض الصحه العربيه بدبي، وما هو حجم المشاركه العربيه؟ نحن اليوم رواد المعرض كتار، ولكن حسب المجال اللي بنتعاطى فيه. نحن شركة فرنسية فرضا من رواد الشركات الرائدة في مجال المعلوماتية، بنقدم خدمات من Artificial Intelligence وهس ويب هس وما إلى هنالك من برامج بتساعد المستشفيات والأطباء والممرضين انه يقدموا افضل خدمه للمريض. في شركات كثيره بتقدم اكويبمنت اليوم متطوره جدا بحقل الالكترونيات وبحقل المعلوماتيه، نعم، ايضا. فالهدف اليوم اكيد المشاركه العربيه كبير كثير في المعرض، هي الاساس، انه معرض بخص المنطقه العربيه، ولكن انا بحب سلط الضوء على شغله اساسيه. اليوم المعرض الصحه العربي في دبي ليس فقط معرض للمنطقه العربيه، بل صار هو محطه عالميه
حيث بتلاقي فيها شركات عالمية وكمان بنفس الوقت اختصاصيين من كل أنحاء العالم، لأنه شكل هاب كبير، ميديكال هاب كبير بكل المنطقة. شكرا لكم. هادي زرزور مطور الأعمال الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات البرمجيات العالمية، كنت معنا من دبي، فشكرا لك.